بص يا صدفة، أنا أنصحك نصيحة ليكي وللزمن. سيبك بقى من الشعارات والكلام القديم اللي ما بيأكلش عيش اليومين دول، وخليكي في أرض الواقع. والواقع دلوقتي في زماننا بيقول إن الناس صنفين، صنف في العالي وصنف في الواطي. وانت طبعا عارفة احنا في أنهي صنف. احنا تحت الواطي، عارفة ولا مش عارفة؟ عارفة عارفة يا أستاذ عباس العقاد. الصنف اللي احنا فيه ده بقى شغال أجري عند الصنف العالي، مستني مرتب، منحة، نظرة، مكافأة. أما أنا بقى قررت ما أكونش أجري. أي أخوي، وجوازتك من لجوة هي اللي مش هتخليك أجري، ها؟